كي شكلك كي شكلك كيقول حتى المقلد مية 50 درهم ديالكم بياسة وبيع ليا كي شكلك سوق البول بابا الله كنت غادي بغيت مال هناك مشكل مقلدك والله القرد راه كاين بنات بعدا تفسخها بالكذوب تفسخ بالكذوب انا الراجل اخوان تبارك الله تحياتي لخويا مصطفى السلعة ديالك على امانتك خلتني ما نقول بقات خلتني ما نقول وبقى والو تبارك الله كل 10 بيازات كيجيوك في الاول المليح تبارك الله كل سلعة خويا هشام 10 بيازات ديالك اخويا هاني هاني المرضي وبسعادة مليت كاع تبارك الله السلام عليكم اخوان حياكم الله اينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن اليوم الخوت غنشارك معكم 71 حولية اللي تقضيتها لربعة ديال المتتبعين من نفس المدينة تحياتي الناس فاس واحد واحد وتحياتي للمغاربة في المكان حبيت نشارك معكم هاد السلعة ان شاء الله وغتنقشوا عويناتكم شوية واي واحد دخل عندي يتفرج من الاول حتى الاخر واي واحد يكتب لي كومونتير كي داير السلعة هادشي اللي كاين وهذا الشيء اللي كنطلب منكم الاخوان والناس تستافد وتبارطاجي معنا الفيديو خير منكم باش تعمل الفائدة على الناس وتشوف المحتوى كي داير هادشي اللي كاين وهذا الاخوان ثم غتشوفوا السلعة ثم غتحكموا أي واحد يكتب كومونتير السلعة داوية على راسه ولا لا ما تنافقنيش أي واحد يكتب ليا كيدير السلعة واخا كنعس بزاف وكنرتاح ولكن راه كنجيب المليح للناس تحياتي لكم فرجة ممتعة للخوت والحباب مبارك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد هذه هي السلعة ديال المتتبع الأول ويا محمد أمانتك هالرزيق ديالك 41 حولية إن شاء الله وتحياتي لكم والله يسر امور الله يدير في الخير واي واحد نبرعوه اي واحد حبس الساعي سير محمد القدام سير محمد القدام حزر مع الساعي تبارك الله تحياتي للخوت والحباب في المكان والاخوان تبارك الله زقاق زقاق قلت لك ما تضربش قلت لك سير قدام سير على الله سير تبارك الله هانا الاخوان قوش عينيكم الخوت وردوا عليا في كومونتيرات واش حنا كاينين ولا ما كاينينش تبارك الله اي واحد ردوا عليا في كومونتير تبارك الله هذه الاخوان راه غتكون 71 راس هانتم الخوت وهادو راهم اصحاب واصدقاء ديال بعضياتهم وتخديت لهم السلعه ان شاء الله والغنم طاحت عليهم ثمن مناسب وثمن بحال بحال باش طاحت هذه باش طاحت هذه فاز السعيد تبارك الله الله يبارك ها هي غدوز وحده وحده قدامكم الاخوان تبارك الله السلعه راه طايحه بثمن جد جد مناسب تبارك الله فهمت الخوت غنوريكم هاد السلعه هي الاولى ديال خويا محمد المتتبع الاول عاد غنوريكم السلعه الثانيه السلعه الثالثه والسلعه الرابعه والله يبارك لهم الله يبارك لهم السلعه راه كامل الخوت فيها المشرى الاخوان من 52 حتى 58 فهمت الخوت من 52 حتى 58 من 2600 درهم حتى 2900 وباش طاحت السلعه عليهم كاملين مع بعضياتهم احنا ما درناش فرق بيناتهم قال لك احنا بحال بحال عاديين قال لك فهمتيني الخوت والصحاب الله يكمل عليكم اخويا محمد هكا يكونوا الصحاب هكا يكونوا الخوت هكا تكون العشره طاحت عليهم الاخوان ب 54 و 100 على بعضياتها 71 راس فهمتي الخوت طاحت عليهم ب 54 و 100 2705 درهم 2705 درهم الاخوان تبارك الله هانتم الخوت تبارك الله الله يبارك الله ييسر امور الله يدير خير تبارك الله وتحيات للخوت الحباب تلقى طالع تبارك الله راه ما عدا الجمال ما عدا اللوز نعطيك القرقع على الاخر تبارك الله راني داوي على راسي وخدم على راسي ومخلي بنادم على راحته والله يسهل على الجميع تبارك الله من طرف بشوي شوي السعيد هذه السلعه هذه السلعه ديال خويا محمد الله يسرك امور زيد تبارك الله تبارك الله الله يبارك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وتحيات للخوت الحباب في المكان والاخوان تبارك الله الله يبارك خلي تجي لجي السعيد راه فينا هي قدامي هذا محمد محمد تبارك الله تبارك الله جرى السعيد بالخير نوري لي المشاهدين يرى الحوليه راه باينه ما ندوعوا لها كاع فهمتيني السعيد ابادر هو بقى مع الوالد الهي الله يهديه وصافي هاكا زيد زيهم زيهم السعيد زدي انا الاخوان اللي قلت لك راني شاري الحوليه راني عارف اش كندير قال لك شوف شوف الحوليه وشوف شكون اللي شاريها سير عندو تبارك الله اللهم بارك لك شوف الحوليه وشوف مولاها راني نعطيك نعطيك نعجد نعجد ديال 140 راه كاين الحوليه عطاها الله حوليه كلها مشربطه ولكن نعزل الغنم بدريه الاصيليه الغنم للناس تبارك الله ها خليها خليها تسرح تبارك الله انا خويا محمد ها امانتك ها الرزيق ديالك انت الاول بعدا والله يسخر لك في الخير خلي الساعه الدور خلي الساعه الدور
تبارك الله، راه اي واحد خدموا معاه، اي واحد لبي ولا الطلب ديالو تبارك الله. سير اخويا سير. الله ييسر لهم. برعتي بالمليح. بالمليح. اه والكاليتي والمزومة حنينة. الحمد لله. طايحة على السوق. بحال هذه شحال كدير في الطلب السوق؟ دير فيها 60 60 دير الثمن ديالها 60 60 ولكن حنا هذاك الشيء واش طايحوا الرزق؟ الثمن مناسب. خليك كوك السعد زكا. خليك كوك السعد. انا الاخوان وقرص واحد وثوب واحد وسله وحده. امانتك اخويا محمد مطبوعه بالقطران من هنا كامله. الله يسر لك الامور. هاني اخويا السلعه كي دايره. هاني اخويا محمد زقزقه خليك خويا تبارك الله. الرميه ديالو الله يسهل. اي كلهم واي متتبع رضي اي واحد نخدم معاه ونعطيك السلعه اللي داويه على راسها. ما نغشمكش هادي راه فيها ثلاث ايام ديال المشرى. فيها من العطاويه وفيها من البروج وفيها من الاثنين 10 الحوليات. زيد هادشي زيد هادشي زيد 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 زيد. راه شوف الحوليه وشوف مولاها اللي شاريها. الله يرحم لك الوالدين. راك قال لك سباهم على وجوههم حيد طلق. زيد هادشي زيد تبارك الله. راه فيها غنم ديال لانو. الحمد لله. فيها غنم ديال لانو. حنا كنخدموا مع الناس. حتى يسرينا من عنده 10 من البروج قال لي عندي غنم ديال لانو. الله يسر لي. سعيد قاعد على السور خرج. زيد اخويا سعيد زيد تبارك الله. انا الاخوان واي واحد الله يرحم الوالدين يكتب لي كومونتير الغنم داوي على راسه ما داويهاش. واش كنبرع الناس ولا ما كنبرعش الناس؟ واخا كنعس كنعس بزاف وكنرتاح فهمتيني ولكن كنجيب معايا المليح. راني كنعس وكنشبع نعاس ولكن كنجيب المليح كنبرع الناس. هاكاك سير تبارك الله اللهم بارك. خلي تخرج الشمس خلي تخرج الشمس شويه للضوء خلي تخرج الشمس هاكاك خلي تخرج شويه للشمس هاكاك تبارك الله. راه اي واحد اي متتبع نخدم معاك فهمتيني اخويا. اي واحد دار فينا النيه وبغانا وقلبو الصفا من جهتنا راه نخدمو معاه. الله ييسر ليك اخويا محمد. ها سلعتك ها الامانه ديالك والله ييسر الامور يا رب. زيد ابو السعد يجي يسير لي وطلق لي الحوليات تبارك الله. والله ما عدا الجمال زيدها بشويه باش ما يروح. طلق الحوليات طلق. هانا اخو تبارك الله سير طلق لي الجمال جمال جمال البال تبارك الله تبارك الله اللهم بارك. قاعد يا محمد قاعد زيد ما تجي زيد بشوي شوي السعد بشوي خليها تجي خليها تجي السعد تبارك الله بشوي هاكاك. هانا الاخوان تبارك الله. اي واحد المشرى نقيب عثمان ولد عربي راه خدام مع الناس كما قلت لكم. واخا كنعس وكنرتاح شويه وكنعس بزاف ولكن راني كنجي معايا المليح. سير سعد الكلمه راه جات عليها الله يديك قلت لي الكلمه كنعس عارف كنديرها جات عليها. شنو الغنم كيداير شنو الغنم كيداير. زيد السعد زيد زيد ابو السعد زيد 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 اخو السعيد زيد زيد الله ينورك الله ينورك زيد تبارك الله. وتحياتي للخوت والحباب في المكان وكاع اللي كيحبوا تعرب السرد السرغيني عارف مرحبا به تبارك الله. نعطيك الجو ده نعطيك من خلي تدوز خلي تدوز خلي تدوز خلي تدوز السعيد ضرب السعيد خلي تدوز تبارك الله. الله يبارك مولاها والله ييسر لي. وان شاء الله راه غنجمع السلعه كامله الخوت وعاد غنشارجيها غنجيب السلعه الاخرى ان شاء الله. وتحياتي لكم. هالسلعه ديال خويا محمد هو الاول 41 حوليه ونمشيو نجيبوا السلعه ديال خويا هشام. سير اخو السعيد جيبوا لي السلعه ديال خويا هشام. سير اللهم يسر. قول قول بدر يجي معاكم. قول بدر يجي. سير الله يسر. سلعه خويا هشام 10 بياسات ديالك اخويا هاني هاني المرضي وفا سعادات منيت كاع تبارك الله. الله يبارك لك خويا في هذا الخير والله يسر لك هالسلعه ديالك هالامانه. كلكم خدمت معاكم الله ييسر لكم الامور ان شاء الله. اي واحد اي واحد برعته اي واحد خدمت معاه خلي مساعدته تبارك الله. السلعه اللي داوي على راسه والثمن والتهلينا فيهم والله ييسر لهم 54 و100 ريال كلها 71 حوليه طاحت عليهم ب 54 و100 ريال 2705 درهم. والرزاق الله تبارك الله. هانا خويا محمد هانت اه خويا هشام باش نكونوا مفاهمين. راني وريتكم في الفيديو ورسلتكم في الواتساب هسلعتك اخويا هشام. الله يسر. سير ابو السعد شويه خليهم يمشيو خليهم يمشيو الله يسر لهم ان شاء الله. هاكا زكا خليهم يمشيو خليهم يمشيو بشويه. سير الله يسر. زوز بدر نجي نضربو هوك تبارك الله. اي واحد نخدمو معاه كيما كان النوع ديالو نخدمو مع الخوت تبارك الله. والله يسر هذاك السعد ما تفوتك. هاكا يلاه وقف تما شويه حي تبارك الله. حنا بغينا نمتعوا المشاهدين ويعرفونا شنو كنديروا في الخدمه ديالنا والامانه ديال الناس كي دايره فهمتي. كل واحد كنقضيو مع الغرض بشوي بشوي تبارك الله. كنعطيك السلعه اللي داوي على راسها تبارك الله. برعتيهم الله يسهل عليهم ودرتي لهم العود باش عجبتيني درتي لهم العود العود ما عليك شي حاجه دار ولا شي حاجه الله يسهل عليهم العود. انا بايعين لهم حوليه ما بايعين لهم الدرار هذا الشيء اللي كاين هو هذا. الله يسر لهم زر انا وقديتي لهم الهيم وكل شيء هاي الله يسخر لهم هذا الشيء اللي كاين هو هذا. اللهم يسر الامور يا ربي تبارك الله. حيدا خلي يمشي سير السعد خليه يمشي يلا
تبارك الله، راه اي واحد مبرعوه تبارك الله. نضربها بعض خير، دوز عبد العالي دوز. تبارك الله على الامانه ديالك اخويا عيشه، الله يسرك العمر تبارك الله. ها خلي نبينهم شويه تبارك الله. هاني الاخوان وتمره زوين وسعه مقاده، كلهم تخيرنا اليوم في السلعه اللي داوي على راسها. حنا الله يسر لهم الله يكمل عليهم، يزيدها واحد شهرين بالحساب اخويا هشام وتلوحوا عليها الفحل. ماشي غنقول لك واصل الفحل، شهرين بالحساب وتلوحوا عليها الفحل. سير خليها تسير عاد، خليها تمشي عاد عطلال فين كاين واقف عليها. سير اللهم يسر. حاولت تبيان شي ومدها في التونية ديال المغرب. سير اللهم يسر. يلا ديوا تما كاين تلجي وعدكم. يلا ها هو انا، هو انا. تحيات الخوت الحباب. سلعت خويا محمد بلا سعد من قدام تبارك الله. ها هما توما 10 بياسات فهمتيني، من هذا القرقعه اللي دزني عدو نبرعوه، اللي دزني عدو نبرعوه تبارك الله. وتا هي طايحه بحالها بحال بعضياتها فهمتيني، ما درناش لهم خلاف مع بعضياتهم تبارك الله. اللهم بارك ما عدا الجمال، والله ما عدا الجمال اللي دزت عدو راني نبرعوه. كما قلت لكم راه كنعس بزاف وكنرتاح، ولكن راه كنجيب المليح للناس، كنعس ويعجب لي النعاس مع راساتي وكنجيب المليح للناس. 54 و100 ريال 2705 درهم. هذا محمد تبارك الله. سير الساعد شويه لي تبارك الله، خليهم يتمشاو. ها انا الاخوان تبارك الله، شوف الحوليه كي دايره. قلت لك شوف مولاها اللي شاريها، راه عشق تعشق تبارك الله. اللهم يستر. هذا السلعه انا مابقاش خلات عدي، خلاتني ما نقول، بقات خلاتني ما نقول، وبقى والو تبارك الله. كل 10 بيازات كيجيوك في الاول المليح تبارك الله، كله تبارك الله. زيد 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 تبارك الله. الله يسرك اخويا محمد هالامانه ديالك تبارك الله. الله يسرك اخويا، انت عندك خويا الازرق تبارك الله تبارك الله. والله يسر الامور يا ربي، يسر يا ربي يكمل بخير. شابه ورده ها، انا على الشابه ورده بعد المليح. لا خلاش بان ليك شابه ورده، اش بان ليك؟ ها اش بان ليك؟ المليح راه بان لك في المعقول. اه المعقول المعلم. ها كما غاربي لا هادو صحابو، هادو كلها 10. قلت نشوف صحابي حدا عاد منحط. اي عارف عاد منحط تبارك الله. انا السلعه ديالك اخويا محمد راه محمد صاحبكم، راه حط عاد الرجاله، ماشي حط عاد، حط عاد الرجاله اللي يعرفوا شنو يديروا في الخدمه. هاكا كودي محمد زقاق صافي تبارك الله. اللهم يسر لك اخويا محمد هالامانه ديالك، الله يسخر لك. هاي ديهم، سير ديهم محمد. يلا ديهم على السلعه الاخرى تماك، سير سير الله يسر. يلا بقاو معنا الاخوان ان شاء الله باش نجملوا السلعه وغنشارجيوها. انا الراجل الاخوان تبارك الله، تحياتي لخويا مصطفى. السلعه ديالك هالامانتك كله درنا لي 10 بياسات ديالو تبارك الله. هالامانه ديالك اخويا مصطفى، هسليعتك هرزقك. راه محمد راه حط عند الناس الزينين اللي كيخدموا بالمعقول تبارك الله. ها 10 بياسات دورك هما مطبوعين بالخضر، وتحياتي ليك تبارك الله. الله يسر، الله يدير لي في الخير تبارك الله. هانا الاخوان تبارك الله، راه السلعه اللي داوي على راس، راه ماشي كنلعبوا، ماشي كنلعبوا ولا شي حاجه الخوت تبارك الله. زيد خليهم يجيو محمد الساعي. هاكو زاح شويه هنا كما قلت لكم. علاش الاخوان ديما نقول 10 عاجبين 10 في 10 تبارك الله. هي تبارك الله، الله يسر. زيد السعيد حبس تبارك الله، اللهم يسر امور يا رب تبارك الله. وتحيات لكم الخوت، تمره مناسب تبارك الله. الله يبارك مولاهم، الله يبارك مولاهم. 2705 درهم، 54 و100 والرزاق الله. هاد الغلمه الاخوان راه كدير الخوت 60 58 62، ولكن حنا باش كطيح السلعه كنقولوا مولاها رزق الله قنعاني الحمد لله، والله يجيب البركه فهمتي يا خوت. ونزيدكم واحد النقطه، راه ماشي عندي على القناه اللي كنبيع ونشري فيها، كنمشيو للسوق. ها كاين اللي كيصحابني الاخوان خدام مع القناه، لا كنمشيو للسوق وكنبغي. ها نهرج معاهم ايوا الحمد لله عرفت السير راسه ما عرفتش السير. الله يسر. حنا راه السيمانه العيانه كنبيعوا فيها 100 110 والحمد لله ديال الخروف. كنبغيش نصور الخروف الاخوان، علاش ما كاينينش الناس اللي كي اللي باغيين يديروا الخروف؟ الخروف عند غالي شويه. صحاب اي سميتو صحاب الجمعه. اي والله يسر. زيد بو السعيد، زيد 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 دور لهجي، دور بو السعيد زيد. ها انت خويا مصطفى راه زعما راه ماشي حنا، راه برعناك اخويا مصطفى حسليتك فهمتيني. رزقك هذا عودك وجاب، الله يسرك ان شاء الله في الخير. الله يسر السعيد. الله خليه يمشي يتجمل، يلا خليه يمشي يتجمل، خليه يمشي يتجمل. الله يسر سفيان. سير تسمى الاخوان تبارك الله، حنا جمعنا السلعه المواليه، جمعنا لخويا محمد ويا هشام ويا محمد ويا مصطفى. سليعتكم وامانتكم هرزقكم
71 حوليه. فهمتي الخوت تبارك الله 71 حوليه واللي شاف هذا الخير يدعى مع الناس دعوه ديال الخير يصلي ويبارك على سيدنا محمد ويدعى معاهم ويشوف بعين الرحمه. الحمد لله والشكر لله. راه اي واحد نخدموا معاه اي واحد نبرعوه الله ييسر امور جميع الناس تبارك الله. السلع راه ورينا لكم فهمتي الخوت انا عارف اش كنديروا غنديروا في الشارج غنديروا 40 41 حوليه ديال خويا محمد لتحت و30 حوليه ديال الاخوان الاخرين الاصدقاء ديالو غنديرها لفوق. الله ييسر امور تبارك الله. حيد هذا محمد حيد تبارك الله الله ييسر امور تبارك الله. وراه وانا علم ليه ثاني. نعم انا علم ليه الورد المليح وخدام مع الناس. الورد والله مع هذا الورد خدامين كي لا جاب الله شي اللي ما درتش انا كنمشي للسوق البلد حتى ما نلقانا على تقريبي. قال لك اصحاب قال لك اصحاب كناعس تقريبي الى بلد خسرنا القانا الحمد لله. دابا هاد الناس كنجاود معاهم النية. هاد الناس تقول لي كيشكلك كيشكلك اه كيشكلك كيقول لك حتى المقلد 150 درهم ديالهم بياسة وبيع ليا كيشكلك السوق تقول بابا على الله تبقى غالي وغيت ومن هناك مشكل مقلدك والله القرض راه كاين بنات بعدا تمسخها بالكذوب تمسخ بالكذوب سير الله ييسر ها هذه الاخره قال لكم الويل القرض راه تمسخها بالكذوب. لا اله الا الله يدير جزاوه ديال الخير والله العظيم تاريخ كان هاد الخبزه مستوره طبعي. لا اله الا الله مقلد راه كاين شبير وربعه الصباح كاين اللي ما عارفهمش والله كاين اللي ما عارفهم شبير وربعه الصباح والله دفعتهم لي سير الله ييسر وتحياتي للوالد هادشي اللي كان واد يلاه اللهم ييسر الله يسهل عليك حيد تبارك الله اللي شاف هذا الخير يسال الله ويبارك على سيدنا محمد واي واحد يفهم المعنى ديال الوالد الخوت يفهمها يفهمها الاخوان خاصها تكون تفهم هادشي اللي كان واد راه السوق هذا ما كنقعدوش راه السيمانه كنبيعوا فيها 100 110 في السوق ديال الخروف ولكن اللي كيوصيني كنبرعو اللي كيوصيني كنخدم معاه على خدام الدار ديالنا والله ييسر عمر بقاو معنا تيجي الكاميو كيوصينا مرحبا بك هادشي اللي كان الدعاء مع مول الوليد مرحبا واللي ما بغاش الله ييسر لي هادشي اللي كنا كيسيري في المغرب الله ييسر تحياتي حبت نفسي مرحبا الدعاء معاهم الله يسهل عليهم هما راهم صحاب وراهم معقولين مع بعضياتهم هادشي اللي كاين واد يا الله الاخوان بقاو معنا ان شاء الله تيجي محمد مول الكاميو اللي غيدير لنا السلعه ونشارجوا السلعه والله ييسر الامور الخوت الحباب كما كانوا الاخوان اللهم يسر امبو الكاميو يلاه جا الله ييسر حنا غنشارجيو الله ييسر الامور اللهم بارك تبارك الله ضرب ضرب طلع خلي جات الحيط هنا زيد 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 اسمع اسمع زيد اخويا زيد زيد حبس محمد حبس سير محمد ليه وقف روح انت محمد سير ليه انت سير اللهم يسر سير تبارك الله حنا كنتعاونوا على قوه الله اكبر نسكتو يا ودي المده جات مع المدن نكون على خير ان شاء الله يا الله الاخوان بقاو معنا ان شاء الله تنشرجوا الامانه لموالها والله ييسر امور ديال محمد يلا سيروا على الله سيروا هي اللي مفشومه بالزرق سيروا على غتبقى سلعه مصطفى هي الاخر سير كله امانه ديالو حنا خدامين معكم الخوت والله الا خدامين معكم والله ييسر امور انتم الخوت دعوا معنا حنا كنضربوا معكم تماره سير الله ييسر الله يكمل عليكم ان شاء الله اي واحد نخدموا معاه اي واحد لبي له الطلب ديالو الله ييسر الامور سيروا على الله كل عشرة بوحدهم يا طلال كل عشرة بوحدهم اي صافي
ها هي سلعة مصطفى هي اللي بقات ان شاء الله هي الاخرى غتشرجع الله يسر. تحيات الخوت العباد في المكان والله يسر امور يا ربي الله يسر امور. طلال يلا ديروا هاد العشرة بوحدهم. ها صافي سير وي راه ديال خويا مصطفى هادو سير الله ميسر تا هما يديرهم بوحدهم رشمة خضراء هادوك سير على الله سير صافي خليهم تما يلا سير الله يسر امور يا ربي. يا ربي سخر يا ربي يسر يا ربي يكمل عليهم ان شاء الله الله يسركم امور اخويا. تحياتي الناس فاس واحد واحد تحياتي الناس فاس واحد واحد صغير وكبير داخل الوطن وخارج الوطن وتحياتي للمغاربه في المكان الرجال تبارك الله اللهم امين. ان شاء الله ما يكون على خير وتحياتي لكم واعانكم الله وفرجه ممتعه للخوت العباد. سلام الله يسرك عمر ان شاء الله سير الله يسخر لك يا ربي وتوصلي ان شاء الله بخير وعلى خير سير الله يسهل عليك سير طلع هو انت سير طلع ها ان شاء الله الله يسر سير الله ميسر اللهم يسر يا رب مرحبا سير الله يسر عمر يا ربي يسر يا ربي سير اخو محمد الله يسر لك الله يسر اخويا اللهم يسر امور الخوت وتحيات الخوت الحباب في المكان والاخوان اعانكم الله وفرجه ممتعه للخوت الحباب اللهم يسر يا ربي كمل ان شاء الله ويسر امور جميع الناس الوقت بدل ضائع ايوا واش غدير ليلة يلا جمعه 90 قد قد الله يسر ان شاء الله والله يوصلوا بخير وعلى خير ان شاء الله.